فرحانة بيك، فخورة بيك. اللهم صلي على النبي. مالا شكون أحسن من أشتا العام؟ أحسن من أشتا سمير ولدي حد واضح. واضح سمير ولدي، لا وراه ولا قبله ولا بعده. والله أمي خاطرك والله لاني نجامل فيك، مانيش نجامل فيك. المهم تكون راضي عليا. راضي عليك الدنيا والآخرة، وراس ولدي راضي عليك. أمي هي اللي ننسى المشاكل الكل، وهي اللي ترتحني، وهي حتى كي نطلبها في التليفون حتى صوتها برك عنده مفعول الدواء، مفعول المهدئ، مفعول الأمل، مفعول الإحساس بالأمان، مفعول الأمان والإطمئنان، مفعول راحة البال. أمي ماذا بها أنا نرجع للفنانين، نحاور الفنانين ونبدأ مرتاح، ويعني في الوتلة وفي الواحد وحوار ناعم، ونحاور في صوفيا صادق وأمينة فاخت وراغب علامة ومنا ومنا، ونبعد على السياسة كومبليتمو. المدرسة هذية معناتها خديت فيها سيزيام، قريت فيها 6 سنين، كل وين نجي نشوف تلامذة يمشيوا على ساقية باش يوصل للمدرسة هذية، يجيو من مناطق أخرى، لأن هذه مدرسة مش مدرسة المنطقة فقط، مدرسة برشا مناطق. فاجتني الفكرة باش نعمل حاجة للمدرسة نتاعي. الحكاية هذية صارت عام 2017، قررت باش نستغل علاقاتي لفايت المنطقة نتاعي، لفايت المدرسة نتاعي. جبنا وزير التربية السابق سي ناجي جلول مشكور، وجيت معاه جمعية مدنية، وهي جمعية إنسانية خيرية تعمل في برشا مجهود للمدارس. جبت الجمعية وجبت كيلكو زون دافير باش يعاونوا، وعملنا يوم في المدرسة هذه. والسيد الوزير وقت عطا وعود باش المدرسة هذه يزيدوها أقسام ويعملوا لها ملعب صغير، والجمعية كيف كيف جمعية المدنية وعدت بحاجات. اليوم احنا نرجع نلقاو كل شيء، الوعود هذيك الكل تحققت، والمدرسة ولات مدرسة أخرى. كنت نعمل في جريدة في الليسي، جريدة في دوبل فايات في كراسة، نقص دوبل فايات. كنت نعمل في جريدة وتعديت على خطرها على مجلس التأديب تقريبا 26 مرة. كنت مش نطرد من الليسي طرد نهائي، لأني كنت نكتب على مشاكل الليسي، المدير والأستاذ الغايب، والمدير يضرب في التلامذة، والماكلة في المبيت خايبة. مرة عملت عنوان في شبه الجريدة هذه في دوبل فاي، خبز وماء والماكلة في المبيت لا. تعديت على مجلس التأديب، استدعاوا الولي نتاعي. يعني كان غادي تدربت برشا. أنا ما قريتش صحافة، ما قريتش في محل صحافة، أنا تكويني عصامي، وتعبت برشا باش وصلت. وكان قصة غرام، معناتها الخدمة الصحافة لطوى ما نعتبرهاش فقط خدمة، هي زادة قصة حب.